a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlulbayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam Al-Husayn alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlul Bayt. So, good morning. It's day two here on this Husayni road trip, we could say. It's 11 o'clock now, and inshallah we have a meeting with Al-Khoie Foundation in Paris. And we'll be discussing several things that we mentioned earlier, you know, the questions that need answered. We'll try to get their take on it and see, you know, what a big organization, an international organization, benefits from, you know, reviving the rituals of the Ahlul Bayt when they don't really have to. They can do a lot of other things, you know. So inshallah, we can get these questions answered and move on to our next destination. شفناه من برا الله يعزكم بس تحبكم تراونا القاعه المكان المكاتب بس نعم مؤسسه مؤسسه الامام سيد الخوئي رحمه الله عليه ومن المراكز القديمه ربما اول مؤسسه في باريس كانت هذه المؤسسه وكانت طبعا بعنايه خاصه والتفات من المرجع الراحل رحمة الله عليه اللي كان عنده إشارة لبعض المؤمنين أنه يجب أن يكون هنالك مركز لأهل البيت في باريس لذلك اشتري هذا المكان ربما يعني صغير بحجمه كما ملاحظين ولكن الحمد لله حتى قبل مجيئنا مجيئي ومجيء طبعا اساسا سماحه الوالد والاخوه الشيخ مصطفى والشيخ محسن
قبل ما جئنا لهذا البلد يعني كان في نشاطات كثيرة وكان عدد من الإخوة المؤمنين العاملين منهم الحاج أبو علي جواد عباس وإخوان آخرين كان لهم دور في إنشاء هذا العمل في هذا البلد. فإن شاء الله إحنا بخدمتكم هنا هذه هنا قاعة لما يكون برنامج بشكل عام يعني أكو ازدحام مرات في القاعة اللي راح تشوفوها في الأسفل فنضطر إنه الأخوات يستفادن من هذا المكان طبعا والقاعة اللي على جنب ويصير برامج تبث بشكل مباشر عبر الشاشة عبر التلفزيون من جوا هذه القاعة هي قاعة النساء وبنفس الوقت قاعة استقبال الضيوف So the Sheikh was saying that this is one of the first Shia centers in Paris, and it was opened by the direction of Sayyid Al-Khoie, may Allah bless his soul, and it was in fact run by his father first, and now by him and his brothers. He's going to take us around the place, of course, and he was just telling us now that this is a hall for general programs, not the main hall. But if there is an overflow in the main hall, she will show us now. For example, they bring the sisters up here and they can have a live stream from the actual program, which is downstairs, inshallah. اللي الله يحفظه كتب من سنوات يعني مديدة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والحمد لله هذا مذهب أهل البيت في هذا البلد يعني نشوف مع الأيام والسنوات كثير من الناس يتعرفون على هذا المذهب اللي هو منور الحمد لله طريق كثيرين من المؤمنين طريق النور بعد طريق النور برامج مختلفة كل أسبوع ليلة الجمعة هناك نسوي هنا مجلس عزاء وموعظة ومجلس حسيني كل ليلة جمعة طبعا باللغة الفرنسية برامج ليالي الجمعة دائما باللغة الفرنسية المجلس والعزاء اثنينهم ويوم الجمعة صلاة الجمعة هنا تقام ومساء يوم الجمعة بمجلس باللغة ومحاضرة باللغة الفارسية ويوم السبت مساء محاضرة باللغة العربية مجلس ومحاضرة باللغة العربية هنا هذه قاعة البرنامج ومحرم هنا محرم هنا طبعا هنا يعني مثل ما قلنا للصلاة وهذا إذا ماكو عدد كبير عادة عندنا مشكلة الآن في قضية المكان لأنه من أكو برامج كبيرة فحتى بالنسبة للصلاة ما يكون إمكانية لصلاة الجماعة للنساء طبعا أكو فكرة أن نسوي حفرة وكذا ليصير الصلاة يعني كل شيء يجوز يصير النساء يهتمون يعني من الطابق الأعلى طبعا لما يكون برامج يعني غير الصلاة هذه تفتح ومثل ما ملاحظين يعني هذه المكتبة تعتبر مكتبة قديمة جدا في هذا البلد بآلاف الكتب والمجلدات طبعا أساسا اللغة العربية يعني أكثر معظم الكتب باللغة العربية أكو هم مقدار منها باللغة الفارسية والفرنسية نعم في يعني اكو ثلاث لغات اساسيه موجوده في هذه المكتبه وهي مثل ما ذكرت لكم من المكتبه الاولى التي اسست في هذا البلد نعم المكاتب بلي وهناك مكان الدروس ان شاء الله تشوفون ان شاء الله
دروس الحوزة ودروس الأطفال كل هذا. كان اللي يدرسون خلال الأيام الأسبوع كلها عندهم عدنا يعني تدريس الحوزة. أكو طبعاً عدة مستويات بالحوزة، مستوى مع المبتدئين هذا بس بالأسبوع نهاية الأسبوع بالويكند، وأكو أيضاً برنامج لا بشكل حوزة دائمة مستمرة خلال كل أيام الأسبوع. كل الأعمار هذه البرامج؟ إيه كل الأعمار. طبعاً بنهاية الأسبوع أكو هم دروس خاصة للأطفال على مستويين، هنا مستوى وهنا مستوى، على الموجود وعلى القلة وعلى الصغر، بس الحمد لله يعني المهم يؤدي الواجب للمجتمع. الحمد لله يعني أكو عطاء من الإخوة ومن سماحة الوالد والإخوة والآخرين كل المؤمنين يعني اللي عندهم نشاط طيب، حاج باقر، الإخوان الآخرين، حاج علي سما موجودين يعني اليوم، بس أسماء لازم تذكر يعني الحاج حسين، حاج أبو حسين، كثير من الإخوة اللي حقيقة جهودهم مباركة. فهنا مع المستوى الأول، والشيء اللي مهم يعني الحمد لله من المسائل المهمة اللي بدينا بيها موضوع التعليم باللغة الفرنسية، يعني الحوزة باللغة الفرنسية كل الدروس. شلون هسه مثلا أنت تشوف بإيران كثير من الحوزات يعني باللغة الفارسية، ماكو أي مشكلة. فإحنا هنا هذا السيستم، هذا البرنامج والنظام التعليمي بدينا به، وكثير منهم مثل ما قبل قليل يعني تحدثنا أنه وصلوا لمراحل دراسة الأصول و حتى يعني مراحل متقدمة من علم الأصول، كلها بالفرنسي، الفقه كلها بالفرنسي الحمد لله وشكرا. العقائد وكل الدروس اللي تدرس بالحوزة، طبعاً بجانبها اللغة العربية كصرف ونحو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه المؤسسة، مؤسسة الإمام الخوئي في باريس، تأسست في عام 1992، وهي امتداد لمؤسسة ومكتبة أهل البيت التي تأسست في بداية الثمانينات. وهذا العمل هو من أقدم الأعمال اللي صارت في مسألة نشر فكر أهل البيت سلام الله عليهم في هذا البلد في فرنسا. وكان هنالك أعمال هامة في هذا المجال، من ترجمة كتب وطباعة كتب وطباعة مجلات، وكل هذا طبعا كان قبل مجيئنا إلى هذا البلد. والواقع كان هنالك جهود كبيرة لإخوان أعزاء منذ الثمانينات ليومنا هذا في هذه المسائل، لإلقاء الضوء على فكر أهل البيت وتراث أهل البيت عليهم السلام، اللي كان مع الأسف غير معروف، وكان هنالك نوع من العتمة الشديدة على هذا الفكر في كما تعلمون في أكثر العالم، وفي خصوصا هذه المجتمعات اللي خصوصا في فرنسا اللي نجد هنالك جالية كبيرة تتجاوز ربما 7-8 ملايين مسلم، جالية إسلامية كبيرة. وهذه الجالية اليوم تعرفت بشكل أكبر على فكر أهل البيت عليهم السلام، والحمد لله هنالك نشاطات مختلفة كانت في هذا الجانب. فواقع الأمر كان لتأسيس هذا العمل و
بشكل عام أي مركز أو مراكز لفكر أهل البيت في فرنسا عامة وفي باريس خاصة أهمية قصوى. وكان أيضا هنالك عمل جيد مع الأكاديميين والجامعيين من بعض الإخوة، كان لهم نشاط قيم في هذا الجانب. وطبعا كل عمل لما يبدأ هنالك بعض العقبات والصعوبات التي تواجه أي عمل إسلامي وأي عمل بشكل عام، وخصوصا العمل الإسلامي لفكر أهل البيت في هذا البلد. هنالك البعض ربما يتصورون بأن هنالك فكرة لربما الهيمنة أو المسائل اللي ربطوها بالمسائل السياسية أو ما شابه ذلك، فكان هنالك الحمد لله توجه جيد في هذا المركز وأيضا في مراكز أخرى فيما بعد أسست. وكانت كل هذه النشاطات تبين أن الهدف هو فقط إيضاح ما يقوله أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحدث شيعته ويقول لهم بأن الناس لو تعلموا محاسن كلامنا أو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا، ونحن بحاجة لإيصال فكر أهل البيت، محاسن كلام أهل البيت لهذا المجتمع المشتاق. الحقيقة أنتم تشوفون في فرنسا إن كان المسلم الفرنسي، واللي مثل ما ذكرنا هنالك الملايين من المسلمين في هذا البلد، أو حتى غير المسلم متعطشين لمسألة الفكر والعلم ومعرفة العلم والثقافات المختلفة الأديان المختلفة. فنحن علينا أن نتوجه بكلام يؤثر في هذه المجتمعات ويعطي الصورة الطيبة لمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بطبيعة الحال في عصرنا هذا وفي خصوصا هذه الفترة الأخيرة هنالك بعض الحساسيات التي وجدت بسبب ما حدث في بلدان مختلفة وما يحدث اليوم في عالمنا، وخصوصا في المسائل السياسية والأمنية في البلدان المختلفة. نجد أن هذا أثر بشكل كبير على هذه الحركة الدعوة وتعريف الآخر بمذهب أهل البيت. صار هنالك نوع من الحواجز عند البعض، ولكن مع ذلك إن شاء الله بالدراية الكافية بالأسلوب الحسن كما تقول الآية الشريفة، الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه الحكمة التي إن شاء الله الله يوفقنا جميعا للأخذ بها تستطيع أن تفتح هذه الأبواب المغلقة اليوم في بعض الساحات في بعض المجتمعات. نحن طبعا هنا في باريس، هذه مدينة كبيرة فيها الملايين أيضا من المسلمين، ربما في نفس باريس مو أقل من 2 أو 3 ملايين من المسلمين. هذا يستوجب منا الحكمة الكافية، الدراية في طرح أفكار أهل البيت سلام الله عليهم. والحمد لله بهذه الطريقة نستطيع واستطعنا بتجاوز الكثير من العقبات. والحمد لله حتى هنا في جيرتنا هنالك الآلاف بل ممكن مئات الآلاف في هذه المنطقة من المسلمين، ويعلمون كلهم تقريبا يعلمون بأن هذا المركز هو مركز تابع لأهل البيت عليهم السلام. ولكن مع ذلك العلاقة طيبة، علاقتنا مع اللحام مع الخباز مع كل من في المنطقة علاقتهم طيبة معنا بشكل مميز حتى، وهذا يجعل المجتمع في هذه المنطقة ينظر لنا بنظرة طيبة. ونجد بأن البعض منهم يأتي ويشارك في برامجنا وفي نشاطاتنا. بالنسبة لنشاطات المركز هنالك نشاطات مختلفة، والنشاط الأول والأساس الذي كان منذ قديم
منذ بداية هذا إنشاء هذا المركز هو مجالس أهل البيت سلام الله عليهم. كما ذكرت احنا ممكن حتى مع العائلة والإخوة مجينا بال2002 أو 2001، ولكن قبل ذلك بكثير هنالك كان السادة والعلماء، ومنهم نخص السيد زهير أبو الريحة بالذكر، الذي كان يقيم مجالس أهل البيت مجالس الحسين، وهو قارئ من الذين قدموا حياتهم وضحوا بوقتهم وحياتهم لخدمة منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبحاجة لدعائكم ودعاء المؤمنين. الآن هو في بيته، قبل فترة بقي أشهر في المستشفى بسبب وعكة صحية صعبة، وخرج منها وشفي إلى حد ما منها ببركات أهل البيت سلام الله عليهم، ولحد الآن بحاجة لا زال إلى دعاء المؤمنين. هذا السيد كان ممن بدأ في تعليم وإنشاء هذه المجالس، مجالس أهل البيت سلام الله عليهم، وآخرون أيضا أتوا وقدموا الكثير في هذا الجانب. طبعا بعد قدومنا مع الإخوة إلى هذا البلد، هذا الأمر يعني مسألة المجالس، بدأنا نعمل على مسألة المجالس باللغة الفرنسية، وأعتقد أنه كان من الأمور الهامة التي كان مفروض أن نقوم بها في هذا البلد، خصوصا أن الكثير من الناس في هذا البلد وفي هذه المدينة لا وحتى في غيرها لا يفهمون اللغات الأخرى ويفهمون فقط اللغة الفرنسية، فإن كان المجلس بالعربي أو الفارسي أو غيره فلن ينتفع منه هؤلاء. البعض منهم هم من أجيال الثاني، الجين الثاني والثالث من مدرسة أهل البيت ومن نفس البلدان التي أتينا منها، والبعض الآخر هم من أهل هذا البلد إن كان فرنسيين أو غير فرنسيين، يعني هم فرنسيين بس من أصل عربي، ولكن الذين لا يفهمون إلا باللغة الفرنسية. ونضيف إلى ذلك أن هنالك أيضا بلدان أخرى كثيرة تتحدث باللغة الفرنسية، في أفريقيا، في بلجيكا، في كندا، في دول كثيرة، وحوالي 250 مليون إنسان، وحوالي 30 بلد يتحدث باللغة الفرنسية. كل هؤلاء يخاطبون، يجب أن يخاطبون بلغتهم، بلغتي كما في تعبير الروايات والآيات الشريفة. فلذلك مجالس أهل البيت بدأت باللغة الفرنسية. طبعا مسألة مجلس الحسين عليه السلام، المؤمنون يعلمون أهمية هذه المجالس وتأثير هذه المجالس في مجتمعاتنا وحفظها لمجتمعاتنا الإسلامية، فإن الإمام سلام الله عليه ببقائه وبقاء مجالسه بقي الإسلام، هذه مسألة واضحة، ولكن نحن شعرنا بها وجربناها وعشناها في هذه البلدان، كيف أن الكثيرين دخلوا إلى يعني واقتنعوا بفكر أهل البيت من خلال مجالس الحسين سلام الله عليهم. أنا أذكر كان عندنا جارة حتى، وجاءت في أحد الأيام تزور الحجة، وتحدثت مع الحجة عن، ذكرنا بعض ما ورد في ذكر الحسين عليه السلام، فتأثرت، وبمجرد قراءتها لمصاب الحسين وأيضا كتاب لقد شيعني الحسين، دخلت واقتنعت بهذا المذهب ودخلت في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. وأيضا نماذج كثيرة في هذا الجانب، أكثر الناس ربما تأثرهم الأول كان في بقضية مجالس الحسين ومجالس عاشوراء، والبعض منهم طبعا أيضا بقضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فلذلك هذه المجالس، مجالس أهل البيت، حقيقة هي المنبر الأول الذي يوصل أفكار أهل البيت سلام الله عليهم إلى الناس، ولكن هنالك أيضا وسائل أخرى هامة الحمد لله المركز يقوم بها. طبعا هنالك نشاطات المعتادة في هذا المركز، هي ليلة الجمعة
مجلس الإمام الحسين عليه السلام وموعظة مجلس وموعظة باللغة الفرنسية. طبعا قسمنا الأيام على اللغات، يعني اللغات على الأيام بالأحرى. فليلة الجمعة هنالك برنامج موعظة ومجلس عزاء باللغة الفرنسية وزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يوم الجمعة هنالك صلاة الجمعة، وأيضا مساء يوم الجمعة هنالك مجلس باللغة الفارسية، ويوم السبت باللغة العربية، بالإضافة طبعا إلى دروس للأطفال في نهاية الأسبوع، وكذلك دروس دينية في نهاية الأسبوع التي تهيئ الشباب لدروس الحوزوية التي نقيمها خلال الأسبوع. كل أيام الأسبوع هنالك دروس حوزوية مستمرة، وقد وصل الطلبة عندنا إلى مستويات متقدمة والحمد لله. في الختام أحب شكر الإخوان الذين تعنوا وتجشموا عناء السفر و قدموا إلينا من بعيد للقيام بهذا التقرير. وفقهم الله إن شاء الله لكل خير، وفقكم لكل خير إن شاء الله جميعا، وجعلنا جميعا من خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من خدمة هذا المذهب. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يساعد وهو الذي يوفق لنكون ممن ينشر هذا الفكر الذي هو ينير إن شاء الله حياة المسلمين، بل حياة البشرية. البشرية، كل البشرية تريد وتتعطش وتطلب وتنتظر الأفكار الإسلامية الخالصة التي هي منقذة إن شاء الله، وتساعد على حل الكثير من المشاكل والصعوبات التي نعيشها في عالمنا الحاضر. حقيقة هذا يحتاج إلى تضافر الجهود، أنه كل المؤمنين من دون استثناء، كل المؤمنين وكل المسلمين يتعاونون ويضعون يدا في يد، كما تقول الآية المباركة الآية الشريفة: يد الله فوق أيديهم. حينما تكون الأيدي متكاتفة إن شاء الله ويد الله مع الجماعة، الله سبحانه وتعالى يساعد ويبارك في عملنا إن شاء الله. وحقيقة اللغة الفرنسية أيضا في النهاية بحاجة إلى أن ينظر إليها بشكل جدي، وأن تقام برامج باللغة الفرنسية خاصة باللغة الفرنسية لهؤلاء الذين كما ذكرنا لا يفهمون غير هذه اللغة، وهم كثيرون. وفقكم الله لكل خير وسددنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دائما لحمل راية الإسلام ونشر فكر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, so alhamdulillah, we just finished our first center. Very, very productive. A lot of the questions were answered from their point of view. Alhamdulillah, we have figures like that here in Paris to help spread the message of the Ahlulbayt and help revive the rituals of the Ahlulbayt. So now we're heading off to Zurich, and we'll try to find a different angle, a different opinion on our point. Someone else to answer the questions that we have. So inshallah, we are on our way there now to... How many hours? 7 hours. It's going to be another 7-hour drive, inshallah. We should be there by midnight. So hopefully there's a place for us to stay.